بس اكو قضيه دائما نسمعها يعني تكررت في بيانات، تغريدات، تدوينات، رسائل سماحه السيد مقتدى الصدر. ليش دائما يجدد الرجل التذكير بتعرضه لخطر الاغتيال ويستخدم مفرده الموت او القتل؟ يعني البعض يقول شنو هاي؟ هل هي شفره لاستنهاض الشارع الصدري للتظاهر مثلا في الايام المقبله لو شنو؟ لا، هو هذا مؤشر واضح، شخصيه مثل سماحه السيد مقتدى الصدر، وهذا منهج تتبناه بعض القوى ضمن مبدا تصفيه الخصوم. كثير من الشخصيات السياسيه تتعرض للخطر، شخصيه مثل سماحه السيد مقتدى الصدر بهذا الثقل الجماهيري وبهذا المنهج الرافض يشكل خطر وتهديد حقيقي لوجود هذه القوى وهذه الميليشيات، وبالتالي باي لحظه ممكن واحده من هذه المسيرات تستهدف سماحه السيد مقتدى. هذا ليش؟ هذا قبل عام ذكرت كانت اكو مسيره قرب الحنانه كانت تستطلع تستطلع المنزل اللي جالس به، وتم الاعلان عنها بمفت شيء، يعني مفت شيء غايب. وبالتالي انه سماحه السيد مقتدى الصدر يتوقع في اي لحظه انه هذا الخطر محدق به، وبالتالي يجب ان يتوخاه على الاقل او يشعر الاخرين بانه قد يتعرض الى هذا الخطر، وبالتالي استلهموا الهمم وابقوا على مبدا الاصلاح الذي تبناه. وبالتالي هي رساله ايضا لاتباعه والمؤيدين له بالاستمرار على هذا النهج، وفي نفس الوقت عدم التشظي والتخندق او محاوله استمالتهم من قبل بعض القوى. أي، الاستمرار بالانعزال يعني حتى استثمر بس بالانعزال، لو انا رافع شعار الاصلاح ولازم ان اصلح، تصلح عندما تكون هناك بيئه امنه للاصلاح. هو يبعدهم عن مبدا الاقتتال، لان العنف المسلح، شوف استاذ عدي، دائما بالازمات السياسيه هناك طرف يستفز الطرف الاخر، وبالتالي هاي الاستفزازات قد تؤدي الى ردود افعال، وهي ردود الافعال ما تنحسب على جماعه معينه، تنحسب على تيار بالكامل، وبالتالي هو يخشى من هذه التصرفات المسلحة.